اقول في نهايه كده يلي بسيط اقتصاد سميس في القناه لا انت تسقط تطلع السرور بحالي وتدير بحالك عليكم بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. البنات اليوم باش تكون معايا بلاج ديناسيون. الله منظر ديال البحر تاني منظر اخر منظر زوين. الله سكنا قدام البحر زوينه تحشنا حنايا البحر هكا كل سيمانه نمشيو للجو ديال البحر كي البرد كي الصيف. هنا داروا اطيلات هذا بلاج ديناسيون جا ما بين قنيطره وسلا كما كتشوفوا هنايا هادو اطيلات هنايا على البحر. شوف الدنيا غزاله البنات انا جايه شوف هاد الاطيل اللي هي هاد. المهم دابا نصور لكم خلاص ما فين واقفة. شي كلمة نيزة للمتابعين. أنا راه باطش ديري لي فورمة ديال باطش. شي كلمة. نيزة. سلمى شي كلمة. شي كلمة. يا هلا يا هلا. يلا شي كلمة. ديروا لايك وابوني ديروا الجرس باش يبقى يطلع عليكم كل جديد. جديد مازال ما حفظتيش الدروس. قولوا لها تشري بيكالا يا خوي قلبك. بيكالا ما بغيتش نشريها له على قبل نخاف على الطوموبيلات وداك الشيء ما كيحاولش كيما شريها له شريتها له غنخليها له في قنيطره حيت هنا كاينه الجرده حدانا كيمشي يلعب فيها ويجي يدخلها. بني من لال ما عنديش كيفاش ندير. انا عارفه كيزعم كيبغي يكابري ولا كنخاف ما نقدرش هادشي علاش ما بك الا ما تقلع عليك. شوف المنظر هنايا تمام يا الله انك عندك حشت هاد المنظر ديال البحر صراحه برك شحال دابا باش ما جيناش راه مده ما جات قنيطره الصراحه ولينا شادين غير في الاتجاه ديالها يعني المنظر ديال البحر وهادي توحشتو كنت مولفه هكا خصني كل 15 يوم خصني نجي قنيطره. شوف اقتصاد سميت ديال القناه شويه كابيلا كابيلا لا مجاز تبغي كابيلا سلمى نحيد البارطاج باش ما يخواليش البورطابل. كوت كوتشر بيلا يقول شي صح صراحة ما كرهتش ندير غير شي كرسي هنايا ونجلس نتحتت انا وياكم. الله ما كرهتش تبارك الله شحال قبلت من الملحم
نجلس معك في الدار نلفو. عندك انا تجرح يدك راه مالين ما طابش ما طابش واي ماكش كان قيصه في اللم جدا فين كنا قبيله واقفين حماق لا 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 ما تزانش ما تزانش ضعيش السعادة غير خاصو والو هو خاصو يشوف الدخان ضروري ما خاصو يقيس دابا مشكلة حنا خارجين مازال طالعين الظهر يعني راه غيوصل حوايجو ما هزاش معايا والله ما هزا معايا شي تبديلة بركة عليه بركة عليه فزك حوايجو طالع 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 وين ولا باغي نفزك قال لك جبتي تيزر عندنا في الحركه وصار والله خساره ها خساره ما كنت حتى انت تصبط طلع السروال بحالي وسير معايا والله ما كرهت ندير بحاله ولكن ما نقدرش نبقى ما نقدرش ندير تقاشر هكا على هنا مع مازال خارجين كما قلت لكم ما نقدرش والله الصراحه الجو ديال الحر كيعجبنا اللي ظليت متعبه بهذا الجي هذه واش ما يكونش على لا لا واش شتي ديالك سلمى شتي الكولور ديال لا الالوان شوف شوف انتي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم طبقات شوف ها هو ها هو عندي ها لا هذا كبير حتى الشمس قاصحه والله لا قاصحه شتي كيما الدرين لا 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 خبط عندك خبط 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 من اللي يسمعك راس المطالعه عيب ما تشدي فيا ها هي خرجتينا بعدا كومام حسن من ديك الطلعه راه هي ديك الدوره ديال الطوموبيل عرفت انا كتوقع ليا بزاف كنكون دايزه نمشي زنقه اجي نطلعوا من غير كنكون دايزه نمشي بلاصه يعني مولفه كندوز منها بالطوموبيل ونهار اللي كندوز على رجلي ما كنتبعش الطريق كنتبع الطريق ديال الطوموبيل واش حسن نتوما بحالي او لا لا تا كنبقى غادا هكا تابع الشانطي ولا تابع الطريق هاد كل كبيلي الطريق مختصرة من هنا شدا لينا مشيت لهي هطلع هادي اللي كنا طالعين معاها رابط الطوموبيل كطلع معدب لاني ما بقيتش كنتحرك والله الا بغيت بديت كنهج غير هاد الطلعه خفيفه بديت كنهج مسكينة هزة لي الساك عرفت والله ما قدرت نهزو كنت عطلة والله تا الساك ما قدرتش نهزو عطيت لها مسكينة هي هزاتو راه مدة ما تحركش بلي تالي قلت خصني ندخل صراحة الله صار نتريني شوية والله إلا خصني ندخل غير مع هاد كورونا وصافي نمشيو ناكلو حوت في سيدي موسى الناس ديال سلا راهم كيعرفو هنايا المنطقة معروفة ب ديك البلاصة يعني كيكون الحوت قدام البحر المهم غادي نديكم معايا تشوفو المنظر كيفاش داير بيتزا كيوريكم بيتزا البنات كنت مازال باغية نزيد نطول لكم الفيديو ولكن صافي كنظن بركة حد واحد هنايا يعني نخليو ان شاء الله الا صورت لكم شي حاجه نبارطاجيها معكم من بعد فدابا نقول لكم غير خليكم على خير ونتلاقاو مع فيديو جديد وفي امان الله وبالحق ما تنساوش البنات لي لايك ديالكم التعاليق ديالكم وحتى الاشتراكات علاش لا هكا باش تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر صراحه مؤخرا عجبني التفاعل ديالكم فكنتمنى تبقاو هكا دائما ان شاء الله يلا البنات في امان الله